بعد كده بيتكلم على حته برضو احنا يمكن ناقشناها في السلايدز قبل كده المنفصله، الايتمز اللي بتتباع دي maybe manufactured locally يعني منتج محلي or imported او مستورد or created from those items، يعني يا اما النوع اللي بيتباع ده محلي صنع البلد اللي بيبيع فيها او هو مستورد او الاثنين مع بعض. مستورد محلي ازاي؟ مثلا يعني زي عربيه ببيع عربيات مثلا، فلو العربيه فيها بعض الاجزاء منتجه محليا وبعض الاجزاء هي مستورده وفي الاخر المنتج اسمه عربيه، خلاص كده؟ طيب يبقى انا كده عندي اما manufactured locally او imported or created from those item types او items type، معناها ان احنا كده بنتكلم في overlap، مفهوم؟ يعني هنعمل كده في manufactured local وفي imported. وقال لي local items هذا line number، ليها رقم line number، ماشي، ليها line number اللي هو local، والبرودكت لاين ميك بس خلينا نغطي الاول. قلت له لغايه هنا ده الاوبشن ايتم اهو، قلنا هيبقى فيه manufactured، قلنا هيبقى في الايتم اللي هو طبعا by default، ماشي تبدأ اهو مش هحط فيها دلوقتي، فكرهم تاني نازل انست تاني، imported برضه by default item no، وقلنا ده overlap يعني ممكن يكون هنا وهنا، يبقى لازم نضيف هنا في الاوبشن ده لو فاكرين بقى التحليل بتاعنا الجميل، هم قال له والله هيبقى عندنا manufactured وعندي دي بوليان هي true or false وعندي imported برضه بتاخد بوليان، انا ما خدتش بالي ان هو ما بيديكش بوليان، بيحاول ينتجر معانا ما فهمهاش البرنامج ده طبعا، لكن احنا بالنسبه لنا عادي. الانواع اللي عنده أكيد هو مظبوط على داتابيز معينة، هات لي عنده بت يبقى كده أكيد السيكوال سيرفر، هو مظبوط على حاجة سيكوال سيرفر يعني. فبالنسبة لنا البت تماثل الإيه البوليان، يعني البت وأقصد بقى البت طبعا في الكمبيوتر معروفة بت بتشيل يا زيرو يا إيه يا 1 اللي هي ترو يا فولس برضه يعني. طب الأوكشن أيتم ممكن يكون مانيفاكتشرد أكتر من مانيفاكتشرد ومانيفاكتشرد واحدة واحدة، وامبورتد مكان واحد صح، يعني العلاقه هنا تبقى ايه بالنسبه لنا؟ ميني 1 1 ناحيتين، وقلنا هو لو لوكالي يعني مانيفاكتشرد يبقى لازم يكون لاين ايه؟ لاين نمبر اللي هو رقم خط الانتاج بس، او برودكت لاين. هنا بقى نتكلم بقى على ايه؟ على مسألة ثانية، البرودكت لاين ده مي جروب اي نمبر اوف برودكتس، يعني بنعمل برودكت لاين يعني خط انتاج، بيبقى خط الانتاج لوحده ما بينتجش منتج واحد، لا بينتج مجموعة من المنتجات، بات ماست جروب اتليست وان برودكت، بس على الأقل طبعا الجروب يكون فيه ايه؟ منتج واحد، على الأقل خط انتاج بينتج منتج واحد، خلاص؟ ماشي.
يبقى هو كده بالنسبة لنا ده الايه product line may group any number of products but must group at least one product. وكده بدأ يتكلم على طبعا لو البرودكت وصف يبقى كده بالنسبة لي line product line باينت each product must belong to exactly one product line. يعني كل product بيبقى ليه product line واحدة and the product items has supplier number. طول ماشي بقى كده عندنا ايه عندي اسمه دوت اللي هو البرودكت لاين والتاني عنده السبلاير نمبر. طول ماشي ده عنده السبلاير نمبر خلاص دي كده بالنسبة لنا تمام. نقراها تاني items may be manufactured locally or imported or created from both items types. Locally items have a line number. ماشي. A product line may group any number of products. حتى دي لسه. But must group at least one product. لكنه بيوصل كده زي ايه؟ زي علاقة ما بين الحتتين دول. أو ما بين product يعني وproduct line. فأنا لسه ده متحكش بالنسبة لي هلا غير ال أيوة ماشي هذول حتى اللي محتاجة لسه مش دي دي محتاجة مننا لسه ايه نظر each group must be belong exactly one product line. ماشي خلاص حطنا supplier number مفيش مشكلة هذا تايم الايتمز دي عم بتقسمها ازاي